أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، أهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية. نهار هذا اليوم كما نلاحظ بدأت منذ ساعات الصباح الباكر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات تبوك وبعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع نشاط واستمرار تكاثف المزيد من التخاريج البحرية في مناطق البحر الأحمر لتدخل على بعض المدن الساحلية، وتنتقل الفعالية الجوية الممطرة بدءا من مناطق الوجه ومن ثم سواحل ينبع ولاحقا رابغ، وتصل إلى مدينة جدة في ساعات هذه الليلة. التوقعات تشير إلى وجود فرصة جيدة للأمطار الرعدية في مدينة جدة، كذلك مرة هناك أمطار متوقعة على أجزاء مختلفة من الحدود الشمالية من المملكة. تعبر المملكة تدريجيا خلال ساعات نهار هذا اليوم جبهة هوائية باردة، هذه الجبهة الهوائية الباردة أثناء عبورها قد تثير بشكل ملحوظ الأتربة والرمال وتؤدي إلى تشكل بعض الموجات الغبارية. على الجانب الآخر نهار هذا اليوم توقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحارة في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة بشكل يسمح إلى بدء يعني تراجع موجة البرد في مثلا العاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى. الأجواء اليوم في العاصمة الرياض تكون صافية بوجه عام ودرجة حرارة 24 درجة مئوية، هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة، والتي نبدأها من المناطق الشمالية. نبدأها تحديدا من هذه المرة من عرعر من 21 إلى 11، سكاكا 24 إلى 9 مع فرص لأمطار رعدية، وتكون في تبوك أجواء مغبرة مع رياح نشطة من 21 إلى 6 درجات مئوية. فرص الأمطار الرعدية موجودة أيضا في المدينة المنورة اليوم 26 إلى 16، تكون كذلك أمر في جدة 33 إلى 23 مع أمطار رعدية محتملة هذه الليلة، مكة المكرمة 32 إلى 21، وفي الطائف من 22 إلى 12 درجة مئوية. في جنوب غرب المملكة أجواء مستقرة بعدما سادت أجواء غير مستقرة الأيام الماضية، تكون 17-9 في أبها، 17-10 في الباحة، 28-23 في جازان. انتقالا الى المناطق الشرقيه، في الاحساء 23-8، الدمام 23-13، وفي حفر الباطن من 23-13 درجه مئويه. وننتهي في المناطق الوسطى في العاصمه الرياض اليوم 24 درجه مئويه في ساعات النهار، الليله القادمه 11 درجه مئويه. سجلت الليله الماضيه درجات حراره صغرى ما بين 6 الى 7 درجات مئويه، الليله القادمه متوقع ان ترتفع الى 11 درجه مئويه في بريده من 23-13، وفي حال اجواء غائمه تكون العظمى 22 درجه مئويه في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى ليلا حوالي 9 درجات مئويه. اذا هذا كان ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لنهار هذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم جميعا، دمتم بخير، إلى اللقاء.